هنأ وزير الداخلية محمود توفيق الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو وأكد وزير الداخلية أن الاحتفاء بتلك الذكرى الخالدة إنما يجسد قيم الوفاء لملحمة وطنية أهدت الأمم نموذجا فريدا لشعب عظيم ثار في وجه جماعة الشر بدافع من وطنيته ليرسخ بذلك صفحة عطاء وخلود ومرتكزا لارتياد في مسيره العمل الوطني